الجون الماضي درسنا عن الأفعال، هذا اليوم يوم قرأتم يوم الجمعة لا جمعة قرأنا نحن نقرأ سورة الكهف قرأتم سورة الكهف الأسبوع الماضي درسنا عن الجمعة لا الأفعال من حيث زمنها. الأفعال من حيث زمنها. تتبعوني الأفعال. الأفعال من حيث. من حيث. زمنها. زمنها. أحسنتم. لأن الأسبوع الماضي أيضا من حيث زمنها. درسنا عن فعل ذكرتم يعني تصريف فعل الماضي، هل أنتم تذكرون يعني تصريف فعل الماضي؟ وذهب وما ذهب ذكرتم؟ الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا فعل ماضي، ثانيا فعل مضارع، وثالثا فعل أمر. طيب ما معنى فعل الماضي؟ أهلا وسهلا يا مدير. فعل الماضي فعل يدل على عمل ما في زمن ماضي، بمعنى العمل أن يكون العمل في ماضي. واضح؟ نقوم بالأمر. فعل يدل على عمل ما في زمن ماضي. مثال جلسة. كنا الآن جلسنا في الكراسي. وثانيا المثال لعبة، يعني دائما في المساء ماذا نفعل؟ ماذا فعلنا في المساء؟ نلعب. ثانيا فعل الماضي واضح؟ واضح؟ ثانيا فعل مضارع، فعل مضارع. ما معنى ما نقصد في فعل المضارع؟ فعل يدل على عمل ما في زمن حاضر او مستقبل، بمعنى
الفعل اللائحة. المثال يجلس ويلعب. وثالثا إن شاء الله سندرس في الأسبوع القادم يعني فعل أمر. طيب واضح الأقسام من حيث زمنها. أولا ماذا؟ ما مقصود بالفعل الماضي؟ يا مسيح في زمن ماضي النفي. فعل المضارع يا حسنى ما مقصود بفعل المضارع؟ فعل المستقبل زمني وثالثا الأمر سندرس أسبوع الماضي يعني فعل يدل على طلب عمل ما يعني الأمر مثلا قال الله تعالى كلوا واشربوا يعني الأمر من الله للإنسان. طيب المثال اجلس والعب. طيب فعل الماضي هي نراجع مراجعة عن تصريف فعل الماضي. بل أنتم تذكرون يعني فعل الماضي تصريف فعل الماضي وما هم يا ما هم أنت أنتم أنتم يا ما
wajib menangis dan ijabah. Jadi Abdul Yuhdi Makrah dan Hazir Basri di Saudi Mulutabin أقول الفعل هو يكرم هو يكرم هما يقرآن هم يقرؤون هي
الإنسان أولا أنا أفهم أنا سأقرأ وأنتم استمعوا جيدا وثانيا أنا سأقرأ وأنتم استمعوا واضح؟ هو يقرأ هما يقرآن هم يقرؤون هي تقرأ هما تقرآن هن يقرأن أنت تقرأ أنتما تقرآن أنتم تقرؤون أنت تقرأين أنتما تقرآن أنتن تقرأن أنا أقرأ نحن نقرأ بجد مثلية واضح طيب الآن أنا سأقرأ وأنتم تتبعون هل أنتم مستعدون؟ هو يقرأ هو يقرأ هما يقرآن هما يقرآن هم يقرؤون هم يقرؤون هي تقرأ هي تقرأ جميعا هي تقرأ كلكم هما تقرآن هما تقرآن هن يقرأن هن يقرأن أنت تقرأ أنت تقرأ أنتما تقرآن أنتما تقرآن أنتم تقرؤون أنتم تقرؤون أنت تقرأين أنت تقرأين أنتما تقرآن أنتما تقرآن أنتن تقرأن أنتن تقرأن أنا أقرأ أنا أقرأ نحن نقرأ نحن نقرأ واضح؟ أريد سألة نادرة يمكن تقرأ هذه هذا التصريح والآخرون يتبعها واضح؟ وهيك نادرة هو يقرأ هما يقرأان هم يقرؤون هي تقرأ ننظر إلى الفعل هو يقرأ زيادة أو هو يقرأ ما يقرأ زيادة ألف نون إذا المثنى بذكر المذكر ومؤنث تذكر أيضا ومؤنث أيضا في
mengatakan ma yaqra'ani dia ada mana? Wa bihum dia ada jawabun fi mu'annas huma ziyadah alif nun walaki fi huna ziyadah nun wa yakunu alhamdah as-sukun yakunu alhamdah as-sukun jadi nahnu nakul yakra'na huma anta takra'u antuma jawabun aiman fi yudhakkar bila mukanna dia ada alif nun bi antum dia ada mana dariati wow nun anti boleh ingat bi anti muannas dia ada mana sini berbeza ya nun antuma dia ada alif nun sama pun sama antuma bi wasuma bi mudzakkar wa muannas antunna ya danus wa alhamdulillah yakunu asykur wa ana sanughayyir fi awal kalimat aqra'u ila nahnu dun nubaddil aw nughayyir bi harfin nun idza huwa ya huma yaqra'un yaqra'una ya huwa yarbi halu ta huma ila sawa'un harfu ta walakin fi huna nahnu nastakhdim harfu ya maka anna al-qawaid anta nastakdim al-busta wa aydan fi antuma takra'ani antum takra'una anti al-busta aydan antuma al-busta antunna aydan al-busta wadid baik al-fi'l al-thani apa
هذا التصريف فكلكم تتبعون طريق ثاني نبدا Thank you.
يكون مؤذن هذه هذا التسليم مؤذن والآن سأودع الورقة التدريبة. وكذلك انظروا إلى الشاشة كما كتبت في التدريبات. أولا المشاهدون قاموا احتراما لفريقهم، المشاهدون قاموا احتراما لفريقهم، اتبعوني، المشاهدون قاموا احتراما لفريقهم. ثم ثانيا سار الحكمان أمام اللاعبين، سار الحكمان أمام اللاعبين. صورة واضحة. ثالثا حسنت يا نبيلة، نالت اللاعبة جائزة ثمينة. ما معنى بثمينة؟ باللغة الإنجليزية بيشن بيشن بيشن. صورة واضحة. ثم رابعا رجع محمد من المدرسة، رجع محمد من المدرسة. واضح. وأخيرا حضر أحمد وزيد، حضر أحمد وزيد، حضر أحمد وزيد، حضر أحمد وزيد الفصول الإضافية في مدرستي. والصورة كلكم، الصور كلكم واضح؟ إذن انظروا إلى الورقة التدريبة، والآن أنتم حولوا الكلمة عن فعل الماضي إلى فعل المضارع. يبدأ. أعطيكم دقيقتين فقط لتحول إلى فعل المضارع. Thank you.
كلكم فلك فلك طيب اودي يمكن رقم الاول الاجابه أولا المشاهدون قاموا إكراما لشريفهم الإجابة الصحيحة نويتي هل الإجابة صحيحة جوابي المشاهدون يقومون احتراما لفريقهم تتبعوني المشاهدون يقومون احتراما لفريقهم ما هو الضمير ليقومون الضمير هم يقومون طيب ثانيا ترى الكمال امام الله الإجابة صحيحة يا نادية؟ يسير الإجابة يسير تقرأي يا نادية الإجابة كلكم يسير يسير الحكمان أمام الله ثالثا نالت اللاعبة جائزة ثمينة الإجابة الصحيحة يا الإجابة الصحيحة يا سيدي زبيدة صحيح يقين أحسنتي قرأتي تقرأي يا سيدي زبيدة تنالوا اللاعبة رابعا رجع عمر من المدرسة الإجابة صحيحة يا سعد النديرة بالكسرة الإجابة ب يا مرة ثانية يا بجيو وأخيراً حضر أحمد وزيد الفصول الإضافية في مدرسته
منها. Thank you.
كان في لبون ننظر إلى مكان الواحد يذهب محمد إلى المطعم هل إجابة صحيحة؟ صحيح ثانيا علي وأبو يجتهدان من النوم مبكرا إجابة صحيحة؟ لم يقل إجابة صحيحة؟ الكلمة سنتم وثالثا وأخيرا ألعبنا الطالبات كرة السلة في الملعب الفعل المضارع ألعبنا إجابة صحيحة يا عاطف؟ يوجد السؤال منكم أن هذه تدريبة نقرأ جمعيا أولا يذهب محمد إلى المطعم ثانيا علي وأبو يستيقظان من النوم مبكرا تلعبنا الطالبات كرة السلة في الملعب إن شاء الله خلصنا درسنا اليوم وأنا أريد يمكن أن نري درستي في هذا اليوم تصريف للماضي للماضي أيضا في أول عمل مضارع علمي عبد ما حصلت في هذا اليوم فعل المضارع إن شاء الله وأنا أرجو منكم في البيت لتذكرونا جيدا تصريف ماذا؟ تصريف طيب أحسنتم بارك الله فيكم ونكتفي بهذا الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.